قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى أبوظبي في ختام جولته الخليجية، قال إن بلاده سترفع العلاقات مع الإمارات إلى الشراكة الاستراتيجية. هذا وتم خلال اللقاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتفاهمات التجارية لقيمة 50 مليار دولار. نعم، هذه هي المحطة الثالثة والأخيرة في جولة أردوغان الخليجية التي بدأها بزيارة المملكة العربية السعودية ومن ثم دولة قطر، ويختتمها هذا اليوم بزيارة الإمارات والتي التقى فيها برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد هنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين سواء على المستوى السياسي أو أيضا على المستوى الاقتصادي. نستطيع أن نقول بأن عنوان هذه الجولة الخليجية بشكل عام وأيضا عنوان هذه الزيارة اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كان عنوانها الرئيس هو الاقتصاد والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا من جهة والدول الخليجية من جهة أخرى. وبالتالي رافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه الجولة أكثر من 200 رجل أعمال تركي، وتم بحث جميع السبل التي بإمكانها أن تطور من خلالها تركيا علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول الخليج العربي. أيضا سوف يعقد بعد قليل هنا في أبوظبي منتدى الأعمال التركي القطري بمشاركة رجال الأعمال من كلا البلدين، وسوف يتم بحث إمكانية توسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين كل من أنقرة وأبوظبي. طبعا هذا التقارب الاقتصادي بين كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة جاء بعد التفاهمات السياسية وعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بدءا من عام 2021 بعد سنوات من الجفاء وربما سنوات من التباين في وجهات النظر بين البلدين على كافة الصعد السياسية. ولكن من خلال الزيارة التي قام بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى العاصمة التركية أنقرة عام 2021، اعتبرت تلك الزيارة حينها أنها بمثابة فتح صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين. وأيضا قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2022 بزيارة الإمارات العربية المتحدة، وعلى ما يبدو بحسب التصريحات التي بدأت تصدر من الساسة الأتراك هنا فإن كلا البلدين سوف يعززان علاقاتهما السياسية وأيضا سوف يعززان علاقاتهما الاقتصادية. وطبعا هذا التقارب الذي حصل مؤخرا بين كل من أنقرة وأبوظبي بالتأكيد سوف ينعكس على عدد من القضايا والمسائل الإقليمية، لا سيما بأن كلا البلدين كانا على خلاف فيما يتعلق بالتطورات في ليبيا، على خلاف فيما يتعلق بالتطورات حول التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط. وبالتالي من المتوقع وبحسب التصريحات التي بدأت تصدر من المسؤولين الأتراك قد يكون هناك تفاهمات خلال المرحلة المقبلة بين كل من تركيا وأبوظبي حول هذه المسائل الإقليمية. وبالتالي ربما يأمل الجانب التركي أن تكون هذه المرحلة الجديدة في العلاقة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات أن تكون ربما بداية جديدة لإعادة جذب الاستثمارات الخليجية بشكل كبير إلى الداخل التركي، وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها تركيا جراء معدلات التضخم المرتفعة وأيضا جراء تراجع قيمة العملة المحلية.